الصدفية اللي ما كتزولش رغم الدواء كانت الشهادة ديال كنزة، وكاين أسئلة كثيرة نعم. التيجة فالناس اللي غادي يستغربوا أن الصدفية العلاج، شوف سبحان الله العظيم جات كيفاش جات صدفة كما كنقولوا. فأحسن علاج هو الكحول الصدفية، لأن علاج الكحول كيحتوي على عدة نباتات، واحد التركيبة عجيبة كما كنقولوا. ودرنا التجربة هذه ديال الكحول على الصدفية، وكذلك على التونية، وكذلك على المشاكل اللي كتكون عندنا في البشرة ديالنا، بحال المواد دوك الفطريات اللي كيكونوا قاصحين كما كنقولوا لاصقين، فكتعطي واحد النتيجه هائله كما كتقول اختي سناء. هادي واحد الحاجه اللي اول مره انا غنسمعها كيقولها لنا الدكتور عماد. نعم. الكحول والمنافع ديال الكحول. نعم. يصلح الصدفيه. يصلح الصدفيه والتونيا، هذه كلها مشاكل ديال الفروه الشعر. نعم. وديال الشعر وكذلك الاماكن اللي كتكون عندنا فيهم الفطريات لاصقين، كيكونوا ديك الجلده ثقيله ديالهم، فهو كيعطي واحد الفائده كبيره. غير هو واحد المساله بغيت نحيدها من الكحول، يعني وغيسمحوا لي بزاف السيدات، لان ملي غادي نقول المكونات كاينه واحد المساله بغيت نشير ليها ونهضر عليها. اذا الكحول ملي كنصايبوا كناخذوا واحد الحجر ديال الكحول اللي هو عباره عن الرصاص، والكحول الوليدات اللي قل من 7 سنين ما نديروهش ليهم، لان هذا الرصاص يمكن له يكون سام ويمكن له يضر لهم بالصحه ديالهم. اذا الكحول حجر ديال الرصاص، العظم ديال الزيتون، العظم ديال التمر، الثومه، قرنفل، سكينجبير، الداد، هنا كندير واحد الكروه حمراء كبيره على الداد، من بعد غنرجع ليه، الحديده الحمراء، الملحه الحيه، اللوز الخضر، مصلاح النظر اللي هي عباره على واحد النبته، زيت الزيتون، القطران الرقيق، والسواق. فالمكونات اللي كيكونوا قاصحين كيتدقوا يعني كيتقلاو بحال كتقلى الزريعه، من بعد ملي كيتقلاو كنضيفوا لهم هاد الزيوت اللي كتجمعهم، ومن بعد كيبقى كيتشحر حتى كيولي حتى كيحيد منه الماء نهائيا، وكتولي على شكل غبره، ومن بعد كيدار في قريعات. فبالنسبه للداد ماده سامه، لان هو كيحتوي على واحد الجليكوزيدات خايبه اللي كتمشي لنا للداس ديالنا، وكيمكن لا قدر الله توصلنا للتسمم، توصلنا للاغماء، تعطينا بزاف ديال المشاكل. فمن الاحسن نتفاداوه، لانه عنده اعراض جانبيه كبيره. اما المواد الاخرى فهي كما كنقولوا واحد التركيبه قديمه وعندها فوائد كبيره. فكيفاش يمكننا نستعملوا هذا الكحول؟ اننا كناخذوا منه بالنسبه للصدفيه وبالنسبه كمضاد الجراثيم اللي هضرنا عليهم، غادي ناخذوا واحد المعلقه صغيره ديالو، وغادي نضيفوا ليها جوج معالق كبار ديال زيت العود، وغادي نضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال شمع النحل. اذا كندوبوا شمع النحل في حمام مريم، كندوبوه، ثم كنضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون حتى كيتخلطوا مزيان، وكنزيدوا ليه معلقه صغيره ديال الكحول. اذا اش كنديروا؟ كناخذوا شويه الراس ديال اليد، يعني ما ناخذوش بزاف، وكنوليو كندهنوا واحد المساج على الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا. ماشي على الشعر كله؟ لا، ماشي على الشعر، غير على البلايص اللي فيها الصدفيه، البلايص اللي فيها ديك القشره الغليظه، البلايص اللي فيها ديك التونيه، البلايص اللي فيها داك كما كنقولوا داك الشامبينيون، يعني دوك الفطريات اللي كتكون قاصحه. وكنخليوها تقريبا لمده ديال ساعتين، ثم كنمسحوها كنغسلوها بمطهر عادي اللي كنستعملوا صابون ولا شامبوان على حسب فين كاين عندنا هاد المشكل هذا. نعم. غير هو اللي بغيت نشير ليه ان الاختلاف، ان الكحول ديال السنه انه كان يصنع من ماء زمزم وزيت الزيتون، اذا كيجي الحجر ديال الرصاص كيبقى في ماء زمزم، كنخليه واحد المده تقريبا ديال 3 ايام، ثم عاد كناخذوه كندقوه كنخلطوه مع داك الماء ديال الزمزم، وكنزيدوا عليه زيت الزيتون، وكنخليوه يغلي، وهذاك هو الكحول اللي كيكون عندنا.